ضيف مصر الكريم، السيدات والسادة، نقلة حضارية تعيشها سيناء وأهلها الأوفياء، واهتمام متعاظم من الدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية في كل شبر من أرضها المقدسة. عن هذا المضمون نشاهد فيلما تسجيليا من إنتاج وإعداد إدارة الشؤون المعنوية بعنوان طريق الأمل. سينا، أرض الفيروز والكنوز الأثرية والمعالم السياحية الجميلة، درة التاج على جبين الوطن. عد عليها الزمن، مرت عليها المحن، وبقوة جيشنا ووحدة شعبنا انتصرت سينا، وآن الأوان لعبور جديد يرجع ليها مجدها ويفتح ليها طريق الأمل. لما كنا بنتكلم على سينا وتصدينا للإرهاب اللي موجود، مش منعنا ومش هيمنعنا إن احنا نعمل تنمية حقيقية في سينا. قد يكون جهدنا فيها زيادة شوية عن بقية المناطق، ولكن عشان أهميتها الاستراتيجية. أنا بس حبينا إن إحنا نبقى منتبهين قوي لده، ويبقى الكلام ده حاضر عندنا كلنا كمصريين، إن إحنا بلدنا وبنخلي بالنا منها وحنحافظ عليها، ومحدش هيقدر ياخدها مننا. كانت رؤية القيادة السياسية بضرورة ربط سينا بالوادي والدلتا عن طريق منظومة أنفاق وكباري وطرق وإنشاء مدن سكنية وتجمعات عمرانية وبنية تحتية ومناطق لوجستية، استراتيجية تنموية كاملة بتغير شكل الحياة على كل شبر في سيناء. والنهاردة اتولد على أرضها 17 تجمع عمراني جديد بيضم 1181 بيت بدوي في شمال وجنوب ووسط سيناء. وده غير تأهيل 5 فدادين لكل أسرة سيناوية ضمن مشروع واعد أنفقت عليه الدولة حوالي 2 مليار جنيه. وفي المشروع القومي للطرق وعلى أرض سيناء انتهينا من المرحلة الثانية من طريق النفق رأس النقب بطول 111 كيلومتر، وبكده وصل إجمالي طول الطريق في المرحلتين الأولى والثانية إلى 231 كيلومتر بعرض 49 متر، مع 3 حارة مرورية لكل اتجاه، وبتكلفة مالية بلغت 3 مليار و220 مليون جنيه. ولو اتنقلنا لوسط سيناء هنعرف حجم القيمة المضافة اللي بيقدمها مطار البردويل في مجال التجارة البينية والاستثمار. مطار دولي على مساحة 11 كيلومتر مربع، ممر رئيسي بطول 3350 متر وعرض 60 متر، وصالة وصول ركاب بتستوعب 300 راكب في الساعة. بنتنقل لجنوب سيناء وبنكمل مشوارنا في رحلة التنمية، ومع وصولنا لمدينة الطور بنشوف النقلة الحضرية في مجمل مشروعات البنية التحتية، ومنها المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 10,000 متر مكعب في اليوم. وفي شمال سيناء نجحنا في إيجاد مصادر جديدة في مياه الشرب بإنشاء محطة تحلية مياه البحر في منطقة أبو صقل في العريش بطاقة 10,000 متر مكعب في اليوم، مع إنشاء مأخذ مياه بطاقة 45,000 متر مكعب في اليوم
لخدمة مناطق الريسة وكرمة بونجيلا. ده كمان غير إنشاء محطة تحلية في الشيخ زويد بطاقة 5000 متر مكعب في اليوم، ومأخذ بحري بطاقة 30000 متر مكعب في اليوم. واستمر العمل في شمال سيناء، وبنينا محطة رفع مياه في كرم أبو نجيلة بطاقة 7000 متر مكعب في اليوم. ومن جديد الدولة بتعيد اكتشاف كنوز الحضارة المصرية مع تعاظم الاهتمام بالمواقع الأثرية والمتاحف. وفي يوم واحد مصر بتفتتح 3 متاحف متميزة في 3 محافظات مختلفة: متحف شرم الشيخ أو المتحف للآثار بالمدينة المعروفة عالمياً مدينة السلام، والمقام على مساحة 192 ألف متر مربع، منها 5000 متر مربع للعرض المتحفي، وبيضم 5200 قطعة أثرية من مختلف حقب الحضارة المصرية داخل 3 قاعات عرض متحفي. وبكده المتحف بيكون مركز إشعاع ثقافي وحضاري وملتقى للحضارات الإنسانية وحلقة وصل بين السياحة الترفيهية والسياحة الثقافية. وكأن ماضينا البعيد بيتولد من جديد داخل نوافذ عرض متحفية بتكشف للدنيا كنوز مصر الفريدة والمتنوعة. اهتمام الدولة بالآثار شمل كل المحافظات، ومنها محافظة كفر الشيخ، واللي انتهينا على أرضها من إنشاء أول متحف للآثار عشان يكون جديد بتاريخ المحافظة العريق على مساحة 6800 متر مربع، وبيعرض فيه 735 قطعة أثرية فريدة من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية. المتحف بيعرض لنا تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية، وفوق كل ده بيضم العديد من الآثار المستخرجة من حفاير تل الفراعين، ده غير كمان إنه بيكشف عن روعة تراثنا الإسلامي لقربه من مدينة فوة المعروفة بتاريخها الطويل وطابعها المتميز، وكمان بيعرض آثار مسيحية رائعة. وتفضل القاهرة العامرة منورة بأثرها ومحروسة بناسها. القاهرة متحف حضاري كبير بيفتح أبوابه للعالم كله هنا في قلب حي بولاء أبو العلا. انتهينا من مشروع تطوير متحف المركبات الملكية، واحد من أقدم المتاحف النوعية على مستوى العالم، واللي أقيم على مساحة إجمالية بلغت 6175 متر مربع، منها 2700 متر مربع للعرض المتحفي. بيروي لنا تاريخ المركبات الملكية في مصر خلال العصر الحديث، واللي تم استخدامها في أغراض التنقل والاحتفالات الهامة والرسمية. الحضارة مش مجرد ماضي عدى وفات، الحضارة في دمنا على كل شبر في أرضنا. بنواصل العمل وعلى خطى الأجداد بنبني لولادنا طريق الأمل. القوات المسلحة المصرية إلى جانب دورها الرئيسي في حماية مصر وشعبها العظيم وتأمين حدودها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، تساهم بشكل كبير وفعال مع باقي مؤسسات الدولة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة على كافة الأصعدة. ورجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يحملون على عاتقهم مسؤولية الإشراف على هذه المشروعات لضمان دقة التنفيذ وسرعة الإنجاز. كلمة اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة،
صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة طبوق، الحضور الكريم، في بداية كلمتي أتقدم لسيادتكم وللشعب المصري العظيم بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى 47 لحرب أكتوبر المجيدة، داعياً المولى عز وجل لكم ولمصرنا الغالية بدوام النصر والتقدم والرخاء. تأتي ذكرى حرب أكتوبر المجيدة شاهداً على ملحمة البناء والتنمية بسيناء، والتي تنفذ بواسطة سواعد مصرية خالصة بمشاركة أهالي سيناء الحبيبة في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2022-2030. سيادتك، خلال الفترة السابقة تم تكليف الهيئة الهندسية ب 342 مشروع بإجمالي 310 مليار جنيه، وده فن من المشروعات اللي بيتم تنفيذها في سيناء غير باقي المشروعات اللي بتتنفذ في باقي الجمهورية. تم تنفيذ 215 مشروع بتكلفة 75 مليار جنيه، جاري تنفيذ 103 مشروع بتكلفة 161 مليار جنيه، مخطط تنفيذ 24 مشروع بتكلفة 72 مليار جنيه. في مجال إنشاء الأنفاق والكباري، وسيادتك، لتسهيل حركة النقل بين سيناء ومدن القناة وباقي ومدن وعواصم الجمهورية، سيادتك وجهت بإنشاء 3 مجموعة للأنفاق بعدد 5 نفق. احنا بالفعل فندم نفذنا منهم 2 مجموعة ب4 نفق، أنفاق تحيا مصر شمال إسماعيلية وأنفاق 30/3 يوليو جنوب بورسعيد بأطوال 19 كيلو متر. الآن يا فندم احنا بننفذ نفق الشهيد أحمد حمدي 2 بطول 4250 متر، نسبة تنفيذنا فندم 73%، وإن شاء الله مخطط الانتهاء في 30/6/21، ويمكن احنا كنا مخططين ان احنا ننتهي من النفق ده في شهر 4، ولكن جائحة كورونا هي اللي أثرت على استيراد بعض المواد اللي إن شاء الله إحنا بنستوردها من الخارج، ولكن جميع الأعمال اللي في إيدينا بنعملها نفذناها. إحنا بالفعل النهاردة فندم نقدر باستخدام نعدي من شرق الغرب القناة، ولكن باقي الأنظمة اللي مطلوبة إن شاء الله جاري استيرادها في الفترة اللي جاي. إجمالي أطوال الأنفاق الجديدة فندم وصلت هتوصل ل 23 كيلو متر، وبنضيف عليهم النفق أحمد حمدي هنوصل فندم ل 29 كيلو أنفاق أسفل قناة السويس. والاستمرار فندم منظومة النقل شرق وغرب القناة ونقل البضائع والتنمية اللي بتتم في سيناء، سيادتك وجهت إن احنا نرفع كفاءة كوبري الفردان أعلى قناة السويس وأعلى القناة الأولى، ده سيادتك طوله 640 متر، بالإضافة إن احنا بنزود عرض السكة الحديد عليه، بدل ما هي اتجاه واحد بقت اتجاهين، ورفع كفاءة الكوبري، بالإضافة لإنشاء كوبري جديد يا فندم على القناة الجديدة بتكلفة مالية 1.7 مليار جنيه. احنا نسبة تنفيذنا الآن يا فندم 55%، وإن شاء الله مخطط الانتهاء من المشروع بنهاية شهر 6/21. في إطار مشروع تنمية شرق بورسعيد، وده من المشروعات الكبيرة جدا اللي بيتم اللي الدولة بتنفذها على أرض سيناء، المشروع ده فندم هيصل لتكلفة 90 مليار جنيه في مجموعة من الأنشطة الكبيرة، ومن أهمها فندم نفذنا 10 أرصفة بحرية بطول 5 كيلو، ودول تم الانتهاء منهم بنسبة 100%. بنعمل يا فندم ساحات تداول خلف الأرصفة البحرية، وإحنا بالفعل دلوقتي بننفذ ساحتين ومستمرين في تنفيذ الساحات. الموضوع الكبير يا فندم اللي هو المنطقة الصناعية، ويمكن سيادتك محددين ننفذ 63 مليون متر مربع تحصيل للتربة في منطقة شرق بورسعيد. المرحلة الأولى منها فندم تكلفنا ب 20 مليون متر مربع، احنا بالفعل النهاردة فندم مخلصين 3 مليون، وإن شاء الله عند نهاية السنة هنخلص 5 مليون. كل اللي بنخلصه فندم بنسلمه للهيئة الاقتصادية، وإن شاء الله في شهر 6/23 هننتهي من المرحلة الأولى اللي هي توصل ل 20 مليون متر مربع.
بالنسبة فنم للمزارع السمكية، ودي يمكن تعتبر أكبر مزارع سمكية موجودة في الشرق الأوسط، احنا النهاردة فنم انتهينا منها بنسبة 100%، وبالفعل الشركة القائمة على تشغيل المزرعة تقريبا زرعت كل الحواض. احنا عندنا فنم منفذين 5900 حوض استزراع، الحوض تقريبا مساحته في حدود 2 فدان، بالإضافة لبحيرات للصيد بمساحة 1500 فدان. نسبة تنفيذ المشروع ككل فندم 40%. في مجال الرعاية الصحية احنا فندم نسقنا مع وزارة الصحة والسكان، بننفذ معاهم الأسبقية الثانية من المشروع القومي للتأمين الصحي لأهالي سيناء، بننفذ فيه 14 مستشفى و16 وحدة صحية بتكلفة 2.5 مليار جنيه. احنا بالفعل يا فندم انتهينا من تنفيذ 9 مستشفيات، جاري الان تنفيذ 5 مستشفى و16 وحدة صحية، وان شاء الله فندم مخطط ننتهي منهم بنهاية هذا العام. دي نماذج للمستشفيات والوحدات الصحية اللي انتهينا منها. المجال الرياضي والثقافي والاجتماعي، الهيئة الانسية كلفت ب 56 مشروع بتكلفة تقريبا 1 مليار جنيه، انتهينا منها بالكامل فندم في سينا. دي نماذج نادي الفردوس بالإسماعيلية، المدينة الشبابية الدولية بشرم الشيخ، الصالة الرياضية المغطاة بالعريش ساعة 2000 متفرج. في مجال إنشاء المطارات، وطبقا لتوجيهات سيادتك إن احنا نغطي أرض الجمهورية بالكامل بالخدمة، خدمة الطيران، ويمكن سينا لها وضع خاص على اساس ان احنا عايزين نربطها بمصر وبالعالم الخارجي وننمي موضوع الاقتصاد فيها والمناطق الاستثماريه. سيادتك امرت وجهت ان احنا ننفذ مطار البردوي للدولي بتكلفه 860 مليون جنيه. سيادتك المطار بيتكون من ممر رئيسي بطول 3350 متر وعرض 60 متر، طرمك للطائرات بيسع 8 طائره، صالة للركاب ساعة 300 راكب على الساعة، صالة للجوازات، برج المراقبة بارتفاع 33 متر، مبنى الأرصاد الجوية والبوابات والأسوار، بالإضافة إلى منشآت إدارية وخدمية وفنية بتخدم في تشغيل المطار. في مجال الطرق، ويمكن أفنم إحنا الهيئة الهندسية متكلفة تقريباً ب 8000 كيلو متر طرق، هيبقى من ضمنهم فندم في سينا لوحدها 2000 كيلو متر، بننفذ 32 طريق. احنا بالفعل فندم تم الانتهاء من تنفيذ 14 طريق باجمالي اطوال 887 كيلومتر، جاري تنفيذ 9 طريق باجمالي اطوال 571 كيلومتر، مخطط تنفيذ 9 طريق بإجمالي أطوال 635 كيلومتر. الآن يا فندم وبتشريف سيادتك إن شاء الله هنفتتح طريق النفق رأس النقب بطول 231 كيلو، والطريق ده يا فندم يمكن فيه تمييز شوية، الطريق ده مار بوسط سيناء، ده بيربط نفق أحمد حمدي بالمواني بمينة طابة ونويبع، وده بيسهل حركة التجارة بين مصر والأردن والسعودية. تم تنفيذ الطريق ده فنم على مرحلتين، المرحلة الأولى 120 كيلومتر من النفق حتى نخل، والمرحلة الثانية بطول 111 كيلومتر من نخل حتى النقب بتكلفة 3.2 مليار جنيه. الطريق فنم اتجاهين، كل اتجاه 3 حارة مرورية، عرض الاتجاه 12.5 متر، جزيرة وسطى 24 متر، إجمالي عرض الطريق 49 متر. عشان ننفذ الطريق ده وما يحصلش عندنا مشاكل من موضوع السيول، نفذنا مجموعه من الاعمال الصناعيه لمجابهه اخطار السيول. يمكن في بدايتها نفذنا بلاطات خرسانيه اللي هي خاصه بتعديه المياه السيول اعلى الطريق، وده معابر ايرلنديه، نفذنا منه 1150 متر بعرض 26 متر، بالإضافة أن احنا نفذنا 122 بربخ سواء برابخ صندوقية أو برابخ مواسير. في مجال الإسكان يا فندم، وطبقا ما بيتم
في الجمهورية بالكامل، بننفذ مدن سكنية جديدة، بننفذ إسكان اجتماعي، بننفذ تجمعات تنموية، والتجمعات التنموية دي يمكن بتبقى مميزة شوية لأهالي سيناء طبقا للعادات بتاعتهم والتقاليد. اللي أنشأنا ثلاث مدن أو جاري إنشاء ثلاث مدن جديدة، مدينة الإسماعيلية الجديدة، مدينة شرق بورسعيد سلام مصر، مدينة رفع الجديدة. مدينة الإسماعيلية فندم كان مخطط ان احنا نوصل ل 52 ألف وحدة سكنية بتكلفة 32 مليار، احنا بالفعل نفذنا وافتتحنا مع سيادتك المرحلة الاولى والتانية بطاقة 32 مليون وحدة سكنية بالاضافة للمنشآت الادارية والفنية بتاعتها. من المخطط ان شاء الله ان احنا ننفذ ال 20 ألف وحدة سكنية خلال العام القادم ان شاء الله. مدينة سلام مصر شرق بورسعيد احنا بننفذ فيها فندم 217 عمارة سكنية، ده اسكان اجتماعي باجمالي 4340 وحدة سكنية بتكلفة 890 مليون جنيه. ان شاء الله فندم نسبة تنفيذنا في المدينة 83% والمخطط ننتهي منها في نهاية ابريل 21. مدينة رفح الجديدة هيتم تنفيذ 626 عمارة سكنية بإجمالي 10,000 وحدة سكنية بالإضافة للمنشآت الإدارية والخدمية، مخطط لانتهاء فندم من المدينة في نهاية 21. ولكن احنا بدأنا بالفعل نفذنا 41 عمارة سكنية بإجمالي 480 وحدة سكنية بالإضافة إلى منطقة الخدمات المركزية، إن شاء الله المجموعة دي بالكامل فندم هننتهي منها بنهاية العام الحالي. الاسكان الاجتماعي وطبقا ما بيتم تنفيذه في الجمهورية بالكامل احنا نفذنا في تسع مدن في سيناء اسكان اجتماعي، نفذنا 9108 وحدة سكنية بتكلفة 1.4 مليار جنيه. ده نماذج للاسكان الاجتماعي اللي تم تنفيذه في سيناء. التجمعات التنموية، والتجمعات التنموية دي سيادتك يعني بتكون من جزئين، الجزء الاولاني التجمعات سكنيه وزراعيه، احنا نفذنا بالفعل فندم 17 تجمع وان شاء الله هيشرب بافتتاح سيادتك لهم النهارده، بالاضافه لاربع قرى للصيادين. اجمالي الوحدات السكنيه اللي تمت واللي جاري تنفيذها 2327 بيت بدوي بمحافظه شمال وجنوب سيناء. القرى الصيادين يا فندم احنا في اربع قرى بمنطقه اغزوان بإجمالي 200 بيت بالإضافة لمنطقة خدمية مركزية داخل الأربع قرى بتكلفة 479 مليون جنيه. نسبة تنفيذنا النهاردة 55%، إن شاء الله مخطط لانتهاء من قرى الصيادين بشهر إبريل 21. ال 17 تجمع بدوي سكن وزراعي دي انتهينا منهم بنسبة 100% بإجمالي 2127 بيت بدوي، وسيادتك متخصص لكل ساكن لكل صاحب بيت 5 فدان زراعي بإجمالي 10,000 فدان بالإضافة للمناطق الخدمية الخاصة بالتجمعات. تكلفة ال 17 تجمع فندم 5.8 مليار جنيه. ده نماذج للمنازل البدوية، مدارس، وحدات صحية، مساجد، ديوان، مراكز الشباب، محطات تحلية مياه الشرب. واحنا بالفعل فندم نفذنا ابار لكل منطقة لكل تجمع عشان وركبنا عليه محطة معالجة مياه الملحة عشان نزود التجمعات بالمياه. تنسيق الموقع العام احنا نفذنا 2.7 مليون متر مربع تنسيق موقع عام في 17 تجمع. وسيادتك احنا ما نسيناش ان طبيعة سيناء مختلفة والسيول اللي فيها بتأثر على التجمعات. احنا بالفعل فندم نفذنا مجموعة من الحواجز التوجيه وقنوات صرف المطر بأطوال 21 كيلو لحماية التجمعات التنموية من السيول. كمان نفذنا فندم عنابر ترمبات وخزانات مياه مفتوحة، ودي لخدمة الأراضي الزراعية اللي هيتم تسليمها للسكان. في مجال الإمداد بالمياه، وكان في توجيه من سيادتك يا فندم بالتوسع في تحلية مياه البحر، الهيئة الهندسية اتكلفت بإنشاء 23 محطة تحلية مياه بطاقة 160 مليون متر مكعب سنويا.
احنا انتهينا فندم من 14 محطة بنسبة 100% وبننفذ دلوقتي 5 محطات بنسبة تنفيذ 50%، وان شاء الله خلال العام القادم مخططين ان احنا هننفذ 4 محطات باجمالي تكلفة، اجمالي تكلفة ال 23 محطة 7.8 مليار جنيه. دي سيادتك محطة تحلية مياه البحر شرق بورسعيد طاقة 150 ألف متر مكعب، ودي انتهينا منها بنسبة 100% ومجهزين المحطة فن منها ممكن يحصل فيها توسعة وتصل إلى 250 ألف متر مكعب. محطة تحلية مياه البحر بالطور طاقة 30 ألف متر مكعب على اليوم وتم الانتهاء منها بنسبة 100%. محطة مياه بالشيخ زويد طاقة 5000 متر مكعب على اليوم تم الانتهاء منها بنسبة 100%. محطة تحلية مياه البحر طاقة 10000 ودي ان شاء الله فندم هيتم افتتاحها النهاردة. المحطة دي بتتكون مأخذ بحري بطول 660 متر، والمحطة بالرغم انها 10000 ولكن احنا مجهزين المأخذ البحرية عشان توصل ل 45000 متر مكعب في اليوم. دي مكونات المحطة. جاري تنفيذ 5 محطات تحلية مياه البحر بطاقة 73 مليون متر مكعب سنويا بنسبة تنفيذ 50%. المحطات دي عبارة محطة البحر في العريش دي طاقتها 100000 متر مكعب على اليوم، محطة رأس صدر بطاقة 30000 متر مكعب على اليوم، محطة أبو زنيمة بطاقة 20000 متر مكعب على اليوم، محطة دهب بطاقة 15000 متر مكعب على اليوم، محطة نويبع بطاقة 15000 متر مكعب على اليوم. ولكن يا فندم انا محتاج ان انا اعرض المحطة بتاعت العريش اللي هي طاقتها 100000 متر مكعب على اليوم وقابلة للتوسعة ل 300000 متر مكعب على اليوم. احنا بالفعل يا فندم شغالين في المحطة، نسبة تنفيذنا 50% مخطط ننتهي منها ان شاء الله في شهر 10 العام القادم. انا عايز اقول لسيادتك ان المحطة دي بانتهاء تنفيذها مش هيبقى فيه مشكلة للمية لا في العريش ولا في الشيخ زويد ولا وسط سيناء ان شاء الله. مخطط تنفيذ 4 محطات تحلية مياه بحر بطاقة اجمالية 21 مليون متر مكعب سنويا، محطة في شرم الشيخ طاقة 3000 متر مكعب على اليوم، في بورديس محطة 15000 متر مكعب على اليوم، في نب 6000 متر مكعب على اليوم، في طابة 5000 متر مكعب على اليوم. وعلى التوازي يا فندم من اعمال المحطات احنا خدنا تكليف بتطوير منظومة شبكة مياه الشرب بمدينة العريش بتكلفة 886 مليون جنيه وانتهينا من الاجراءات بتاعتها بالكامل، واحنا الان يا فندم في مرحلة التسليم. انا عايز اوضح ان العريش يا فندم كان متخصص لها 60000 متر مكعب، كانت بتحصل على المياه دي من مصدرين، 40000 متر مكعب مياه يوميا مياه عذبة من الأنطرة شرق محطة تنقية الأنطرة شرق، و 20000 متر مكعب من الأبار اللي موجودة في سينا. ويمكن كانت المياه في سينا في أيام بتيجي مياه عذبة وفي أيام كانت بتيجي مياه مالحة اللي هي نتيجة الملوحة اللي كانت موجودة في الأبار. بالتنسيق مع وزارة الإسكان يا فندم احنا النهاردة قدرنا نوصل المياه العذبة في العريش الى 60000 متر مكعب بانشاء 3 محطة تحلية طاقة 15000 متر مكعب على اليوم ومحطة 10000 متر مكعب على اليوم. ودي كده حلنا حل تقريبا شبه جزئي لمدينة العريش، وفي المدى القريب ان شاء الله بافتتاح المحطة الجديدة هيبقى الموضوع منتهي. الاحلال الشبكات، كل الشبكات اللي كانت موجودة في مدينة العريش يا فندم شبكات اسبستوس كان طولها 720 كيلو تم الانتهاء منها تماما. احنا قسمنا العريش الى 5 مناطق والحمد لله رب العالمين انتهينا من الشبكات بالكامل وجاري الان التسليم، بالاضافه ان احنا نفذنا محطه رافع في رافع كرمة ابو نجيله بطاقه 7000 متر مكعب على اليوم، وبكده اتحلت تقريبا مشكله المياه حتى الان في مدينه العريش. في مجال معالجه مياه الصرف الصحي والزراعي اتكلفت الهيئة الهندسية بتنفيذ 7 محطة معالجة طاقة 2.5 مليار متر مكعب سنويا. انتهينا فندم من محطتين، محطة
في الطور ومحطة المحسمة، وسيادتك محطة محسمة شرفنا بافتتاحها لسيادتك، ودي طاقتها 1,000,000 متر مية يوميا. دلوقتي احنا بننفذ محطة بحر البقر ومحطة بير العبد، ويمكن محطة بحر البقر دي من اكبر المحطات اللي بيتم تنفيذ انشائها في العالم، بالاضافة لثلاث محطات في ناخل والحسنة والشيخ زويد بتكلفة مالية 31 مليار جنيه. توسعه شبكات الصرف الصحي بمدينه الطور بتكلفه 235 مليون جنيه. مدينه الطور يا فندم حصل فيها توسعات نتيجه التنميه اللي تمت فيها، عشان كده كان حجم مياه الصرف الصحي اللي بتطلع منها كبيره جدا، كانت المحطات الموجوده في المدينه ما كانتش بتستوعبها. احنا نفذنا محطه فندم للصرف الصحي طاقه 10,000 متر مكعب على اليوم باحواض ترصيب، وبالاضافه ان احنا نفذنا محطتين ثلاث محطات للرفع، محطه رفع رئيسيه ومحطه رفع اثنين محطه رفع فرعيه، ونفذنا بالتتالي يا فندم 20 كيلو شبكات انحدار بننقل مياه الصرف، بالاضافه الى 12 كيلو متر شبكات طرد للمياه. نرجع فندم نتكلم على بحر البقر، واحنا بالفعل المحطه دي محطه عملاقه، وان شاء الله احنا شغالين فيها بمنتهى الجدية، بتنفذ بتوفر لنا 5.6 مليون متر مكعب في اليوم. ولو سيادتك نتذكر مع الجميع ان المحطة دي كانت المية بتاعتها بالكامل بتترمي في البحر في بحيرة المنزلة، كانت بتسوق المية في بحيرة المنزلة وبعد كده بتترمي في البحر المتوسط، وكان يصعب الاستفادة من المية دي، ولكن احنا بمجموعة اعمال هندسية طبقا لتوجيهات سيادتك احنا نفذنا تعديل لبعض مسارات الترع والمصارف اللي بتجمع المية، وعديناها بسيفونات تحت قناة السويس. بنجمع المية دلوقتي، هتجمع المية في المحطة اللي بيتم إنشاءها، احنا نسبة تنفيذنا فندم 55%. ان شاء الله مخطط الانتهاء في شهر 6 القادم من المحطة. تكلفة المحطة دي يا فندم 18 مليار جنيه، ويمكن المية اللي احنا هنوفرها وكانت بتترمي في البحر ده طبقا لتوجيهات سيادتك احنا ان شاء الله مخطط ان احنا ننفذ بيها تقريبا نص مليون فدان في شمال ووسط سيناء. واحنا بالفعل نسقنا مع وزارة الري، نسقنا مع وزارة الزراعة، نسقنا مع وزارة الكهرباء على تنفيذ المشروع العملاق اللي هو 456,000 فدان زراعات. بالفعل فندم حددنا زمامات المدن والقرى اللي هيتم فيها، حددنا كمان التجمعات التنموية اللي هتبقى موجود فيها، ووصلت ل 35 تجمع اللي هيتم فيهم إقامة المزارعين والأهالي اللي هيزرعوا الزمامات دي. نسقنا مع وزارة الري المسار بتاع الترع بالكامل عشان تخدم الأراضي الصالحة للزراعة دي بالكامل. احنا بالفعل يا فندم دلوقتي بدأنا في الإجراءات التنفيذية للمشروع، سواء في تجهيز لخطوط المواسير. بنعمل دلوقتي فندم بالفعل اعمال رفع مساحي للمسار عشان ان شاء الله رب العالمين ننتهي من الاعمال اللازمه للزراعات دي قبل ما ننتهي من المحطه بتاعه بحر البقر. هستاذنك يا في دقيقه واحده لو سمحت. في المشروع ده تحديدا اللي بيتكلم عليه سياده اللواء ايهاب رئيس الهيئه الهندسيه، احنا قلنا ايه؟ قلنا زي ما هو كده ذكر في بداية كلامه ان كان في حجم من المية، هذا الحجم من المية واحنا كلمنا فيه قبل كده في يعني في عدة لقاءات، لكن انا بفكركم بفكر نفسي بيه، كانت حجم من المية بيلقى في البحر، هي مية صرف زراعي وجزء منها صرف صحي، وكانت بتلقى في بحيرة المنزلة ومنها الى البحر المتوسط. طب ايه يعني الاستفادة من الكمية المية ديت؟ بدل ما نرميها في البحر المتوسط، طب ما ناخدها بنعمل لها اعمال صناعيه ما زي ما قال كده اللواء ايهاب، ونعدي بيها من غرب القناه لشرق القناه، ثم تتعمل محطه بحر البقر اللي هو ذكرها دلوقتي. طيب هو اتكلم على تكلفه المحطه اللي تقترب من 18 مليار جنيه، لكن عشان نعمل المشروع ده اللي احنا بنتكلم على مسار، هذا المسار جزء منه مكشوف
وجزء منه مش مكشوف، يعني جزء منه ترع تشوفوها وجزء ماشي مش كده أهم، وجزء تاني وجزء مواسير. ثم إعداد البنية الأساسية سواء كانت البنية الأساسية دي طرق أو كهرباء أو المية أو المنشآت اللي هتتعمل لصالح الناس اللي هتعيش على النص مليون فدان دول. الرقم المحتمل للموضوع ده بيتحسب دلوقتي، لكن عايز أقول إن على الأقل الكهرباء والكهرباء وخط المية اللي موجود احنا بنتكلم في أكتر من 20-25 مليار جنيه إذا كنت أنا فاكر يعني. ثم بقى تسوية الأرض وتجهيزها وشوفوا أي موضوع نقوله نعمله هي كلمة بتتقال، لكن جنب منها إجراءات كتير جدا جدا بتتعمل عشان المشروع اللي نقول عليه يتعمل ويتنفذ. يتعمل ويتنفذ يبقى ليه مطالب قبل ما نطلق المشروع. هل المطالب دي هنستطيع ان احنا نلبيها؟ ايوه، يبقى نعمله ونعلن عنه. احنا بنتكلم على محطة المعالجة وهي تقريبا شرفت على انتهاء. احنا دلوقتي في اخر شهر، في اول نوفمبر مش كده؟ ايوه فندم. طيب يبقى عندنا شهرين وست شهور تمن شهور ونفتتح اكبر محطة معالجة للمية في العالم زي ما قال اللي وهاب. محاولة الاستفادة من المية، محاولة خلق مجتمعات عمرانية جديدة في مناطق فاضية زي ما انتوا شايفين كده في سيناء. لو تشوفوا حجم التكلفة المالية اللي اتصرفت خلال، انا بتكلم على سيناء تحديدا، خلال الست سنين اللي فاتوا دول احنا تجاوزنا 600-700 مليار جنيه. احنا اتكلمنا على الجامعات واتكلمنا على المحطات المياه وكلمنا على الطرق، لكن كل مطالب التنمية في سيناء بيتم الإنفاق عليها حتى تتحقق الأهداف اللي احنا ذكرناها، ان هنا يبقى فيه حياة لسيناء بدل ما هي منطقة او ارض مش موجود فيها الكلام ده. وده بيكلفنا كتير لان احنا بندخل على اراضي خام، اراضي لم يتم الدخول فيها وإقامة بنية أساسية للطرق. على سبيل المثال هو بيتكلم على الطريق النفق طابة اللي احنا افتتحه النهاردة، لكن احنا فاتحين من عدة شهور الطريق النفق شرم الشيخ. النفق شرم الشيخ، وبالمناسبة هاب احنا افتتحنا الطريق ولكن استخدامات الطريق لم تستكمل. وانا لما بسأل بقول لي قالوا هيئة يعني وزارة النقل مش عارف استلمت او مستلمتش. لا يا خلاص استلمت يا فندم، وان شاء الله هيتم نقل الولايه للشركه الوطنيه للطرق عشان نبدا في التشغيل. يعني خلال اسبوع اخد تمام ان الطريق شغال والناس بتعدي عليه. تمام، اتفضل يا هاب. شكرا. هو فندم انا يعني استاذ سيادتك في نقطتين احب اتكلم فيهم. احنا بالفعل يا فندم حسبنا قيمه تقديريه للمشروع ولكن قيمه مش مؤكده بالكامل، هيوصل لفندم ل 55 مليار جنيه، واحنا كنا عاملين حسابنا ان شاء الله نعرضهم على سيادتك في خلال الاسبوع القادم ان شاء الله. ده بالنسبه للمحطه. في مجال المنشات التعليميه يا فندم، وطبقا لتوجيهات سيادتك بالارتقاء بالمنظومه التعليميه، ويمكن الكلام ده عرضه السيد وزير التعليم العالي منذ قليل، احنا كلفنا بانشاء وتطوير 47 جامعه ومدرسه ومعهد، نفذنا منهم يا فندم 44 مشروع، جاري تنفيذ 3 مشروع بتكلفه 12.2 مليار جنيه. الثلاث مشروعات يا فندم اللي جاري تنفيذهم يمكن احنا متكلفين بيهم تقريبا خلال الشهر الماضي زي ما ذكر الدكتور خالد، بيتم فيهم تنفيذ 2 جامعه اهليه هيتنفذوا، جامعه في الاسماعيليه الجديده وجامعه في مدينه سلام مصر شرق بورسعيد من ال 15 جامعه اللي احنا متكلفين بيهم خلال الشهر اللي فات. بالإضافة فنم في مدينة شرق بورسعيد برضو ومدينة سلام مصر بننفذ كلية جامعة تكنولوجية. بالنسبة لل 44 مشروع اللي تم الانتهاء منهم، يمكن يا فنم على أهمهم مشروع جامعة الملك سلمان. الجامعة دي يا فنم تم إنشائها في 3 مدن كبرى في محافظة جنوب سيناء، في مدينة الطور وراس سدر وشرم الشيخ، ويمكن مدينة الطور فيها رئاسة الجامعة والإدارة بتاعتها. الجامعة فندم نفذنا فيها 16 كلية على مساحة 620 فدان.
جميع الافرع اللي موجوده فندم في الجامعه احنا مجهزينها نستقبل فيها اقامه للطلبه والطالبات واعضاء هيئه التدريس. الفرع اللي موجود او رئاسه الجامعه اللي موجوده في الطور دي تم انشاء فيها 8 كليات على مساحه 355 فدان، مبنى اداره الجامعه، كليه الهندسه، كليه العلوم، كليه الصناعات التكنولوجيه، قاعة مؤتمرات سعة 1250 فرد، سكن الطلبة، سكن أعضاء هيئة التدريس، مركز الخدمات الطلابية. وإحنا يا فندم نفذنا تنسيق موقع العام في المنطقة بتاعة الطور على مساحة 165 ألف متر مربع. الفرع الثاني وده موجود في مدينة رأس سدر، ده نفذنا فيه 4 كليات على مساحة 330 فدان، مبنى الإدارة، كلية العلوم الإدارية، مدرج، كلية الزراعة الصحراوية أو الزراعات الصحراوية، مكتبة، سكن الطلبة، سكن الطالبات، سكن أعضاء هيئة التدريس. نفذنا برضو فندم تنسيق للموقع العام بمساحة 130 ألف متر مربع. الفرع الثالث اللي بيشرف بوجود سيادتك فيه النهاردة فرع شرم الشيخ، وده نفذنا فيه 4 كلية على مساحة 35 فدان، مبنى الإدارة، كلية الألسن، كلية الفنون والتصميم، كلية العمارة، كلية السياحة والضيافة، ودي ملحق بيها فندق تعليمي للطلبة والطالبات على فنون الفندقة. سكن الطلبة، سكن الطالبات، سكن أعضاء هيئة التدريس، مكتبة. نفذنا فيها منطقة رياضية فندم بتتكون من ملعب متعدد واتنين ملعب تنس بالإضافة إلى حمام سباحة نصف أولمبي. ويمكن الحمام السباحة النصف أولمبي ده سيادتك في آخر زيارة لسيادتك في شرم الشيخ هنا وتفقد سيادتك للجامعة أمرت بتنفيذ هذا الحمام. عملنا أعمال تنسيق للموقع العام على مساحة 58 ألف متر مربع. ويا فندم يعني نتيجة توجيهات سيادتك الدايمة بأن العملية التعليمية تتم على أحدث الأنظمة الحديثة، اتكلفت الهيئة الهندسية بتنفيذ البنية التحتية المعلوماتية للجامعة بالكامل، نفذنا فيها مركز بيانات داتا سنتر، نفذنا جميع أعمال الكابلات الألياف الضوئية، جهزنا فندم جميع المنشآت في الجامعة في الثلاث أفرع والمواقع العام لها بشبكات الواي فاي، جهزنا جميع القاعات الدراسية والمدرجات بصبورات ذكية، بذلك فندم تصبح جامعة الملك سلمان جامعة ذكية من الجيل الرابع. جميع الأعمال اللي بتنفذها الهيئة الهندسية فندم باستمرار بتتم بالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة. احنا فندم شاركنا في تنفيذ المشروعات خلال الاعمال اللي بتتم في سينا دي مجموعة من المكاتب الاستشارية سواء في التصميم او الاشراف على التنفيذ او مراقبة الجودة. نفذت 50 شركة مصرية وطنية الاعمال اللي بتتم في سينا باجمالي 100,000 مهندس وفني ومشرف وعامل. في النهايه فندم استاذن سيادتك بتقديم الشكر للقياده العامه للقوات المسلحه على الدعم المستمر والدائم اللي بتقدمه للهيئه الهندسيه لتنفيذ المشروعات طبقا للمعدلات وطبقا للجوده المطلوبه. السيد رئيس الجمهوريه وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذن سيادتك فندم في افتتاح بعض المشروعات، افتتاح طريق النفق رأس النقب، الأستاذ محمد أحمد المغربي رئيس الوحدة المحلية لقرية صدر الحيطان
والملازم أول محمود علي إبراهيم المشرف على المشروع. ايوه امر يا فندم. شكرا. افتتاح مطار البردويل الدولي طيار احمد محمد الزهوي مدير مطار البردويل الدولي والعميد احمد سرور حماد المشرف على المشروع. شكرا. افتتاح محطة تحلية مياه البحر بالعريش السيد أسامة أحمد الغندور رئيس سكرتير عام محافظة شمال سيناء رائد محمد أحمد علي المشرف على المشروع. أي أوامر يا فندم. افتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة الطور مهندسة حنان عمر محمد رئيس القطاع جنوب سيناء بشركة المياه والصرف الصحي والنقيب مصطفى سيد زكي المشرف على المشروع. أمر يا فندم. شكرا. افتتاح التجمع البدوي بأبو رصاصة أستاذ بشير محمد سلطان نائب رئيس مجلس مدينة نخل والملازم أول محمود السيد محمود المشرف على المشروع. شكرا. افتتاح التجمع البدوي بنسيله
أستاذ خليل علي خليل سكرتير عام مجلس مدينة نخل، والنقيب محمد جمال رحمي المشرف على المشروع. هيا وامر يا فندم. شكرا. افتتاح التجمع التنموي طيبة التمد، أستاذ سليمان فرج محمد رئيس مجلس مدينة نخل، والملازم أول مروان هشام أحمد المشرف على المشروع. أي أمر يا فندم؟ شكرا. أي أمر يا فندم؟ سيادة الرئيس، بنستأذن سيادتك يا فندم في بدء الجولة التفقدية إذانا بافتتاح جامعة الملك سلمان ومتحف شرم الشيخ. مصر باقية ومهما قالوا ولا عملوا عيشة فينا، مصر باقية ولو بعدنا هي دايما بتنادينا، مصر أغلى من الحياة أرضها سر الوجود واحنا عايشين نبني فيها، تحيا مصر بأعلى صوت من البحيرة للسعادة وأهلنا في أرض العريش عيشوا ملح، ولما نفطر بالفطير ويا القريش زي مصر وزي ناسها طبعهم لما تلاقيش، من البحيرة للسعيدة وأهلنا في أرض العريش عيشوا ملح، ولما نفطر بالفطير ويا القريش.
أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، وتحية لحضراتكم من جديد من مدينة شرم الشيخ ومن محافظة جنوب سيناء، والتي تتزين اليوم لافتتاح عدد من المشروعات المختلفة والمتنوعة ما بين قطاع الأثار والسياحة وأيضا التعليم العالي، حيث افتتاح جامعة الملك سلمان وأيضا متحف شرم الشيخ. متحف شرم الشيخ واللي بيقام على مساحة 191 ألف متر مربع، المكون من 9 صالات، قاعة مؤتمرات وصالة طعام. العرض المتحفي في متحف شرم الشيخ بيدور حول مختلف الحضارات، هذا طبعا بالإضافة إلى الحضارة المصرية والتي لها جانب كبير من العرض في هذا المتحف. هذا المتحف كان فكرة منذ سنوات طويلة من عام 2006، لكنه بدأ بالفعل تنفيذ هذا المتحف في عام 2018.
شاي عالرايق تفوقك لو متدايق، ونبتة تضحكك من القلب، وحمص الشمع الكورنيش، وخد طبق فول ورغيف عيش، وقعد وغمس هنا على جنب راضي نعيش فيها عالقلب. وهي دي مصر اللي جن، في مصر تروح في أي I'm not afraid.
طبعا شرم الشيخ المكان يجيله واحد كل الكلام، واحنا قصدين ان هذا المكان يكون مكان لتدريب الكوادر السياحيه اللي موجوده فيه. وبالفعل يعني ابتدى من هنا اصحاب المنتجعات والفنادق ان هم يلتحقوا عاملين فيها بالدورات التدريبيه في مجالات اللغات المختلفه عندنا هنا، زي بالظبط موضوع السياحه والفنادق. هو منطقة شرم الشيخ ما كانش فيها اي برامج تعليمية او اماكن للتدريب والتأهيل، فيها اكاديميين يقدروا يعملوا دورات تدريبية حتى في مجال السياحة. احنا موجودين يا فندم على اليمين كلية اللغات التطبيقية الألسن اللغات التطبيقية، وعلى الشمال كلية الفنون والتصميم. هو الاعجاز الحقيقي فندم ان هذا المكان كان لا يوجد فيه اي طبع من اقل من 3 سنين، يعني في 3 اماكن بهذا الحجم الضخم. يمكن الموقع شرم الشيخ هو اقل موقع حجما، ان شاء الله نسبق ان شاء الله في الطول زي فيها يعني حجم 10 اضعاف الموجود. الملك سلمان بن عبد العزيز. الفرع مقام يا فندم على مساحة 35 فدان. المساحة البنائية يا فندم عندنا 22%. إجمالي مسطح المباني المبنية في الجامعة يا فندم حوالي 85,000 متر مسطح. سيادتك مشرفنا هنا يا فندم في الباهو الواصل بين كليتي الألسن والفنون. لو دخلنا يا فندم الجامعة من الباب البوابة الرئيسية رقم 1، مبنى الإدارة يا فندم مكون من دور أرضي واثنين دور متكرر على مساحة 4500 متر مربع، وهو يحتوي على 46 فراغ إداري واثنين قاعة مؤتمرات. ملحق به يا فندم مكتبة مركزية مقامة على مساحة 800 متر وبتتسع ل 200 قارئ. يتخللها يا فندم النمط المعماري المميز لجامعة الملك سلمان في أفروعها الثلاثة، وهو عبارة عن حائط جداري تذكاري يا فندم ارتفاعه 15 متر وطوله 500 متر، وفي المسافة وفي اتجاه الجنوب منها إلى السور عملنا غابة من الأشجار المثمرة يا فندم كي تتناسب مع طبيعة المنطقة. لو دخلنا يا فندم على الكليات، عندنا 4 كلية في جامعة الملك سلمان فرع شرم الشيخ. كلية السياحة والضيافة يا فندم من دور أرضي واثنين دور متكرر على مساحة 8000 متر مسطح. ملحق بها الفندق التعليمي الذي يحتوي على جميع الأنشطة التعليمية الخاصة بطلبة السياحة والفندقة، وبه حمام سباحة تعليمي. كلية العمارة يا فندم من دور أرضي واثنين دور متكرر على مساحة 8000 متر مسطح. كلية الألسن يا فندم مقامة على 15000 متر مسطح من دور أرضي واثنين دور متكرر، وملحق بها مدرج سعة 400 طالب. كلية الفنون والتصميم يا فندم على مساحة 15000 متر مسطح، وملحق بها مدرج أيضا سعة 400 طالب. ولتأمين السكن يا فندم للطلبة المغتربين تم تنفيذ 7 مباني سكنية، منها 6 فندم للطلبة. كل مبنى يحتوي على 75 يسع حتى 75 طالب بإجمالي 450 طالب، 250 غرفة، 225 غرفة غرفة إقامة فندم، زائد مبنى لسكن أعضاء هيئة التدريس يسع حتى 30 عضو من أعضاء هيئة التدريس. ولتأمين الشبكات والمرافق يا فندم في الجامعة تم تنفيذ موزع كهرباء رئيسي بيؤمن الجامعة حتى قدرة 5.2 ميجا فولت أمبير. عندنا فندم خزان مياه سعة 1400 متر مكعب عشان أعمال التغذية وأعمال مكافحة الحريق.
كمان عندنا فندم شبكات الصرف الصحي وشبكات ري صرف الأمطار ارتبطت بالشبكة الرئيسية لمدينة شرم الشيخ. ولتنفيذ فندم الأنشطة الترفيهية والاجتماعية والإدارية في الجامعة تم تنفيذ منطقة رياضية تحتوي على حمام سباحة نصفي أولمبي سيادتك وجهت بيها فندم، زائد ملحق به غرفة تغيير ملابس. عندنا ملعب متعدد واثنين ملعب تنس. عندنا فندم مساحات خضراء الحقيقة يعني واسعة جدا في الجامعة، ولكن روعية في تصميمها إن هي تنفذ في صورة أفنية يا فندم. ففي فناء بين كليتي السياحة والعمارة وفناء آخر بين كليتي الألسن والفنون، ده بيسمح يا فندم بتنفيذ الأنشطة الاجتماعية والثقافية للطلبة. كمان يا فندم نفذنا ممر بطريقة معمارية رائعة بيصل بين الكليات وسكن الطلبة، طوله 250 متر يا فندم وعرضه 10 متر، بيتميز بالرحابة والاتساع عشان الطالب ينتقل من الكلية إلى السكن بتاعه سيرا على الأقدام في منطقة ظليلة. عندنا كمان يا فندم منطقة خدمية عشان الطلبة تستفيد من خدمات فيها جوه الحرم الجامعي، فيها يا فندم مجمع عيادات طبية، فيها مسجد 100 مصلي، وفي بنك يا فندم، وفي عندنا كافتريات مفتوحة ومغلقة. عندنا كمان يا فندم 8 مناطق انتظار داخل الأسوار بتزح حتى 300 سيارة. لتأمين يا فندم الجامعة بالكامل عندنا سور طوله 1350 متر ملحق به 4 بوابة، بوابة رئيسية رقم 1 مخصصة للإدارة والأعضاء هيئة التدريس، البوابة رقم 2 لدخول الطلبة، البوابة الفرعية 1 و2 للخدمات. وعندنا طريق دائري يا فندم زي ما حضرتك وجهت، بقينا نستخدم دلوقتي الانترلوك بديلا عن الأسفلت في كل الطرق بتاعتنا. الحقيقة يا فندم احنا لما جينا نعمل جامعة الملك سلمان بقت الجامعة من الجيل الرابع جامعة ذكية. احنا فندم انشأنا في جامعة فرع الطور بالتحديد، عندنا 20 كيلو متر من الالياف الضوئية يا فندم عملناهم، وعملنا كمان يا فندم مركز بيانات في مبنى الإدارة، ده مكننا ان احنا نغطي الجامعة بالكامل يا فندم في شبكة الواي فاي. فالطالب دلوقتي هو في الموقع العام او في الغرفة الدراسية بتاعته او في السكن بتاعه هيبقى عنده شبكة واي فاي. عملنا فندم نظام الاكسس كنترول، الطالب هيبقى او اعضاء عضو هيئة التدريس عنده كارت واحد يا فندم، الكارت ده بيمكنه ان هو يدخل من البوابة المخصصة بتاعته بالاي دي بتاعه، هو نفس الكارت يا فندم يدخله قاعة المحاضرات المخصصة له ويدخله الغرفة الفندقية بتاعته. جميع القاعات الدراسية يا فندم تأسست بالسبورات التفاعلية، وعملنا كفن يا فندم نظام الفيديو كونفرنس، عندنا 8 وحدات متنقلة للفيديو كونفرنس تمكن الأستاذ يا فندم الطلبة بتوع ان هو يعمل فيديو كونفرنس مع الجامعات الأخرى بالأفرع الأخرى أو الجامعات الأخرى. كمان يقدر يسجل يا فندم المحاضرة بتاعته ويعيد عرضها على الطلبة أو في أماكن أخرى عن طريق مركز البيانات الموجود عندنا. فندم كل هذا الجهد يا فندم اتعمل بأيدي مصرية خالصة، عندنا 7 مكاتب استشارية هنا فندم اشتغلوا معنا في التصميم وفي الإشراف على التنفيذ، وعندنا 17 شركة اشتغلت في فرع شرم الشيخ بأكثر من 3500 عامل ومهندس وفني لامتياز هذا العمل في التوقيت المحدد وبالكفاءة المطلوبة. أي أوامر؟ طبعا مش كتير. ايه اللي احنا ما عملناهوش؟ عايزين
بسم الله الرحمن الرحيم. فرحب بكم الأول وأتمنى لكم كل التوفيق. إيه اللي جبتوا بعد بالكم أسبوع دلوقتي؟ أسبوع. إيه اللي ناقص فيه؟ ما عملناهوش. بصراحة. صحيح؟ خالص. كنا حاجة كويسة. صحيح. استغلوا وجود الرئيس. خليه يوفقكم إن شاء الله. كل الشفاء كان شغل حواليه هنا حسن مبارك أو الأستاذ اللي هو الأول والشفاء على الطلاب حتى لو ما يوصل للخير يبقى معايا صورة حية لمعطلات وضرب فعلا أخوانا مدنظم فنساكي في البيان الأحتياج عشان تشكريهم. أخوكم الملك سلمان والملك سلمان وولي العهد من محمد يهنوكم على الجامعة، وإن شاء الله تشتغلوا في بلدكم مصر أو بلدكم السعودية كلها تحت أمركم. يا ترى في حاجة انتم ليكم ملاحظات عليها بعد اسبوع من تعودكم هنا؟ بصراحة ما هو بالمرة لو في حاجة من ما هو ده الافتتاح الاولاني، فاحنا نطمن ان كل حاجة تبقى للتخطيط اللي اتعمل بتحقق لكم العملية التعليمية. عايزين نطلع افضل جودة تعليم على الاطلاق في الجامعات ديت، فعشان كده انتم يعني انتم المستهدفين، انتم المستهدفين ان احنا نعمل افضل تعليم لكم. فلو في حاجه شايفين كطلبه موجودين هنا وطالبات عشان ما حدش يزعل محتاجين نضيفها قولوا لنا، لو ما قلتوش خلاص مش هيبقى في فرصه ثانيه. متشكرين وبالتوفيق ان شاء الله. متشكرين وبالتوفيق ان شاء الله. فندم يكون في حمام سباحة حاليا للسكن اللي على شمالنا ده السكن الطلاب، فسكن الطلاب باصص على الملاعب، في ملاعب مخصوصة
خماسي وفي ملاعب يعني متعدده الاغراض، وفي نفس الوقت حمام سباحه سيادتك كنت امرت بيه اتعمل بشكل رائع جدا، هو بنصف اولمبي بحيث ان يبقى متوفر لاي وقت لاستخدام الطلاب واستخدام الساكنين في المدن الجامعيه. خدنا بالنا حتى في اماكن الانتظار الطلبه البنكتات وحطينا عليها الساين بتاع الجامعه علشان يبقى دايما في هويه للجامعه في كل حته، يقدروا الولاد دايما يبقوا فخورين بالمكان اللي هم فيه. العمارة وهنا كلية اللغات التطبيقية والألسن ومعها الفنون والتصميم، وتاني هم بيشتركوا في معظم المدرجات ومعظم المعارف. مبنى الإدارة بقى فندم في موجود الناحية دي هو اللي بيتحكم في الجامعة كلها، ويبقى فيه نائب رئيس الجامعة لشؤون الفرع. هنا طبعا الجامعة موجودة في راس صدر وموجودة في الطور موجودة في شرم الشيخ، ففي مسؤول عن الفرع موجود مقيم بالإضافة إلى عملاء الكليات ورؤساء الأقسام يدير. وطبعا بنقلل جدا وجود التكنولوجيا خلت الأعداد. مهمة شؤون الطلاب أو شؤون الدراسات العليا أو حتى المشتريات وهكذا. هنا الشكل الطبيعي بصص على الشكل الجبال بتاع سيناء، يعني ايضا مدي الشكل العام مستغلينه اللي هو واخدين منه في اللوجو، ويبقى ده الشكل السكن للولاد. وطبعا الولاد الاكسس بتاعهم سواء داخل الجامعه او هم رايحين السكن او جايين، طبعا السكن قليل، يعني حتى الاعداد اللي احنا جبناها هنا هتشيل حوالي 450 طالب من اجمالي متوقع 3500 طالب. احنا واخدين 10 فدان تانية يا فندم، بنامل ان شاء الله ان احنا نتوسع في موضوع السكن، لان شرم الشيخ هي مدينة سياحية ممكن يكون فيها الأغلى شوية.
فيها افرع كتير. وعملنا له ضمن فندق او اداره فندق بالظبط كانه رايح سرقه الفنادق. الكرام، شهدنا مع حضراتكم الآن افتتاح عدد من المشروعات.